كل سنة الاحتفال بيبقى احتفال حقيقي بوجوده أبونا كيرلس من سوريا، من ريف دمشق، من دير مارفرام السورياني، وهو يعني حبيب للبابا كيرلس، ودايما شفاعته ومعاك، واختار اسمه ان هو يكون كيرلس في الرهبنة عشان البابا كيرلس. مظبوط مظبوط حقيقة. البابا كيرلس مش بس شفيع، يعني قديسي وحبيبي وشفيعي. انا بعشق القديس ده، يعني هو بحياتي وبركته في كل حياتي، يعني بترافقني دائما طول عمرك. يمكن ناس كتير لما يجي يتكلموا عن الشفاعه يقول لك مفيش حاجه اسمها شفاعه، ده احنا بينك لربنا على طول. هل طبعا اكيد مننا ربنا على طول، بس هل كمان لو انا ليا شفيع او ليا حد صديق قديس، دي حاجه يعني فيها مانع؟ حبيبي، إيمان كنيستنا واعتقادنا نحن الشفاعة هي بركة كبيرة وشيء عظيم جدا في الكنيسة، هي واسطة. يعني أنا لما يكون عندي وسيط تمام أطلب منه هو يقدم صلاتي لأمام العز الإلهي، هي بركة كبيرة. وخصوصا مين الشفيع العظيم؟ البابا كيرلس. يعني وأنا مختبر أشكر ربنا حقيقة، البابا كيرلس عمل معي عجائب جدا جدا، يعني وشفاعته كبيرة جدا. هي مرة أطلب من الجميع يتشفع بهالقديس اللي ما أعرفه، أنه يطلب منه بس، لأن صلواته هي سريعة جدا، سريعة، هو سريع الندهة، وصلواته مستجابة وقوية جدا أمام ربنا. ممكن يعني تقول يا ابونا، بفكر انه يمكن البابا كيرلس في عصره يمكن ما كانش فيه انترنت وما كانش فيه حاجات من هي زي موجوده دلوقتي، تواصل، ويا دوبك كان ممكن جواب يتبعت تلغراف. ازاي البابا كيرلس سيته وصل للعالم كله بالشكل ده؟ البابا كيرلس بقداسته حقيقة كرجل النبوءات كان ربنا عطيه درجة كبيرة من القداسة، كان يحس في الإنسان المقابيله، مشان هيك تشوفوا أي واحد يطلب منه يعني فورا يستجيب له، فورا شفاعته كبيرة جدا جدا. يعني حقيقة بزمانه فاق أي وسائل انترنت أو أي سرعة كانت، يعني صلواته معنا. طيب يمكن في حادث كده عايز قدسك تحكيه، بتاع المركب، وكان جاي البطرك بتاع سوريا كان جاي هنا، فنفسي قدسك تحكي لكل الناس عشان تعرف روح نبولك على البابا كيرلس. البابا كيرلس حقيقة غير الاختبار الشخصي مع ضعفي كمان، على فم مثلث الرحمات مارغناطي والزكا الأول عواص قديس كنيستنا السريان الأردوكسية في هالقرن، حقيقة يحكي لنا سيدنا البطريرك، وخصوصا لما سماني كيرلس يعني ويأكد على شفاعة وقدسة هالقديس، يقول لما كان هو مطران بغداد كان اسمه مارسيويريوس، كان حقيقة موفد من قبل مثلث الرحمات مارغناطيوس يعقوب الثالث، كان بطريرك كرسي أنطاكيا، بطريرك كنيسة السريانية، فأوفدوا بعتوا باسمه يروح يقابل قداسة البطريرك البابا كيرلس السادس في الإسكندرية. فطبعا كان قبل يروحوا في الباخرة، ركب سيدنا مثلث الرحمات مارغناطيوس زكا اللي كان اسمه مارسيويريوس زكا، ركب في ميناء بيروت مشان تيروح لميناء الإسكندرية. المهم البابا كيرلس السادس بشفاعته وصلواته وقداسته والشفافية اللي كانت عنده، حس انه ايش راح يصير مع سيدنا البترك، كلم سكرتيره ونائبه قال له تروح على ميناء الإسكندرية وتنتظر سيدنا سويريوس، مار سويريوس هو جاي من قبل موفد من قبل قداسة البترك مارغناطيوس يعقوب. السفينة راح ربنا راح ينجيهم بعجوبة، البحر راح يكون هايج، الأمواج راح تكون عالية، راح تكون رياح شديدة، والرحلة راح تتأخر أكثر من ساعة، وراح تروح هلا تستناه هونيك، وأنا من الآن راح أصلي له إلى ما يوصل بالسلامة، وراح تكلمني تقول لي وصل نيافته بخير. المهم فعلا الرحلة تأخرت أكثر من ساعة، ونشكر ربنا سيدنا البترك المتنيح ربنا نجاه بإعجوبة وبصلوات سيدنا البابا كيرلس. فلما وصل على ميناء الإسكندرية استقبلوا طبعا سكرتير ونائب البابا كيرلس وقالوا نيافتك قداسة البترك قداسة البابا يصلي لك ويقول حصل راح يحصل معك كذا كذا كذا. فعلا سيدنا البطريرك مثلث الرحمات قال له فعلا نحن نجينا بصلوات قداسة البابا كيرلس، ونحن كانت الأمواج عالية جدا والمركب كان راح يغرق، وربنا نجانا وتأخرت الرحلة، ربنا نجانا بصلوات البابا كيرلس. فهو يأكد يقول فعلا البابا كيرلس هو قديس عظيم وفاق عصره وشفاعته كبيرة، وهو رجل الصلاة ورجل النبوات. أشكرك جدا، وجودك فرحة لينا، يعني بعد خدمة أبونا خدها بست سنوات في القاهرة وبشفاعة البابا كيرلس، صح الكلام، ورجع تاني دلوقتي ديره، لكن ده كان أول عيد بعد ما رجع القاهرة، بعد ما رجع سوريا قرر يجي عشان يسلم او ياخد بركة وشفاعة قديسه البابا كيرلس. حقيقة اشكر ربنا، انا بشكر ربنا بعد ما خدمت 6 سنين هنا في مصر،
وببركة هذا سيدنا البطريرك المعظم مار غناطيوس أفرام الثاني، ربنا يديمه ويطول عمره ويديمه فوق راس كنيستنا السريانية يا رب، سمح لي أنه أجي أتبارك في عيد البابا كيرلس وأكون موجود في هاليوم المبارك المقدس اللي هو أغلى شيء عندي حقيقة. أشكره كثير من كل قلبي، وإن شاء الله أنا متأكد البابا كيرلس راح يجيبني دائما في عيده وأخذ بركته وأكون معه عشان نفرحنا، عشان نفرح حقيقة البركة لألي، لأن البابا كيرلس إيش ما أسوي له لهالقديس العظيم قليل، لأن هو عمل معي العجائب وأنا تكلمت كثير عنه. امبارح كان في كمان حلقة خاصة بتكلم إنه عن إيش عمل معي البابا كيرلس، صلواته وشفاعاته تكون معنا جميعا، تباركنا، صلواته كمان تكون مع سوريا وبالعراق وتبعد هذه الغيوم كالحة السواد اللي تحيط في سماء سوريا والعراق، وتبارك في مصر وتقوي جميع البلاد. صلواتكم معنا. شكرا لكم، تسبونا جدا، ويا رب دايما تكون بخير وكل شعبك بخير. شكرا يا ابونا، شكرا شكرا. طيب اعزائي المشاهدين، يمكن سوريا، عراق، في كل حته في العالم صيته زاع. بيفكرني البابا كيرلس في كتاب مقدس ال 12 تلميذ وصل صوتهم الى اقصى المسكونه، العدد القليل ده رب توصل صوته. ليه؟ لانه مليان مليان بروح ربنا، مليان بروح القدس، الروح القويه اللي هي بتعزي، الروح القويه اللي هي بترشد، اللي هي بتقود. احنا دلوقتي هيكون معانا ابونا